مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الخاص. وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات للسيد الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لسد الباب في وجه الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا نسعد باستضافة البروفيسور بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان. مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كما نسعد باستضافة نور الدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايتس. مرحبا بكم. شكرا على كريم الدعوة، مساء الخير. والسعيد عيادي أستاذ وباحث جامعي، مرحبا بكم سيدي. تحيتي الخالصة لكم والشكر الجزيل على هذه الدعوة الطيبة. والبداية معك بروفيسور لزهاري، بصفتكم هيئة أنتم كيف تقيمون أو كيف تنظرون إلى هذه التعليمة؟ بارك الله فيك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أقول أن هذه التعليمة جاءت في وقتها، لأنه كما تعرف خطاب الكراهية أصبح ظاهرة في الحقيقة ليست جزائرية فقط، المجموعة الدولية الآن فيه اتفاق على أنها تهدد حتى السلم العالمي. الأمين العام للأمم المتحدة صرح وقال بصراحة بأنه على المجموعة الدولية أن تحارب خطاب الكراهية، لأنه أصبح يهدد السلم العالمي، يهدد السلم داخل الدول، ويهدد السلم ويسمم العلاقة أيضا بين الدول، وبالتالي فيجب أن تتصدى له الدول، خصوصا مع انتشار وسائل هذه وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعا حقيقيا لبث الكثير من سموم التفرقة والمس بفئات مختلفة من الناس على أساس عنصري، على أساس ديني، على أساس عرقي، على أساس ثقافي، على أساس جغرافي. إذن ففيه الآن على مستوى العالم حركة على مستوى الكثير من دول أصدرت مثل هذا القوانين. ثم أضيف وأقول أنه حتى على مستوى الفيسبوك كما تعرف، يعني مركزه في الولايات المتحدة الأمريكية، قرر حذف 2 مليار و200 مليون حساب لأنها تبث خطاب الكراهية. وفيه بعض الدول تدخلت لدي الفيسبوك للمطالبة بالكشف عن أسماء المشتركين، أسماء مشتركين بثوا يعني الخطاب الذي يشكل مجموعة من الجرائم، وطلبوا الكشف عن هذه الأسماء وتسليمها لمتابعتهم جزائية. ثم أضيف وأقول أنه بالنسبة لنا في الجزائر، نحن مصادقين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد وفي مادة صريحة منه معروفة هي المادة 20، يقول يجب تجريم الخطاب، أولا الدعوة إلى الحرب يربطها بالحرب، يعني دعوة إلى الحرب وإلى خطاب الكراهية المبني على العنصرية وعلى العناصر الدينية وعلى العرق والدين إلى آخر ذلك. ويقول في الفقرة الثانية أنه على الدول أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة من أجل وضع هذا المبدأ في قوانينها. أيضا أن الجزائر صادقت على معاهدة أخرى مهمة، وهي اتفاقية الميز العنصري، نبذ الميز العنصري. في المادة 5 منها تحدد ما هي العناصر التي يجب أن تجرم بالنسبة للخطاب عندما نمس بفئات محددة من الشعب أو أشخاص محددين ونقلل من شأنهم ويعني نطيح من سمعتهم بسبب لغتهم، بسبب دينهم، بسبب منطقتهم الجغرافية. إذن فهذه الالتزامات الدولية تحتم على الدولة الجزائرية، ونحن في هذا العهد الجديد
لانطلاق لبناء دولة جديدة تقوم على تحقيق أحلام الشهداء في بيان أول نوفمبر، وهو بناء الدولة الديمقراطية. الدولة الديمقراطية يعني الدولة التي تقوم على حقوق الإنسان واحترامها، وبالتالي فلا يمكن، وربما نعود في النقاش، لا يمكن أبدا أن نستخدم حرية التعبير أو التظاهر السلمي اللي هي من حقوق الأساسية لحقوق الإنسان ونحيد بها عن الهدف ونستخدمها كوسائل لبث التفرقة وبث الفرقة وبث السموم، يعني تفرق بين المجتمع وتمس بالنسيج الاجتماعي وارتباط المجتمع. إذن تفكيك الأمة، يجب تطوير الخطاب الذي يبني الأمة على أساس الإخاء والتسامح والتعايش السمح مع بعضنا البعض. ومن هنا فلا بد من هذا القانون جاء في وقته، بالإضافة إلى أن خطاب رئيس الجمهورية في 19 ديسمبر أكد على أنه كل سياسات التي سوف تنتهج في المستقبل سوف يكون فيصل بها حقوق الإنسان، سوف تكون مهمة في جميع السياسات في المجال الاجتماعي الاقتصادي الثقافي إلى آخره. وبالتالي فهذه هي البداية، لأننا تأخرنا في إصدار هذا القانون، ثم أنه هذا الحراك المبارك الذي أتى بأشياء جيدة بالنسبة لدولتنا، بالنسبة لإعادة النظر في مسيرة الدولة الجزائرية بسبب الأمراض والانحرافات التي حدثت عن الأهداف الأساسية للدولة الجزائرية التي أرادها بيان أول نوفمبر، هذه الانحرافات تم تصحيحها بمطالبات قوية من طرف الشعب الجزائري والشباب الذي ثار في 22 فبراير، من أهم مطالبه هي بناء هذه الدولة. لكن دخلت للأسف على الخط، وهذه الجميع يلاحظها في قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا في شعارات رفعت، شعارات تمزق الوحدة الوطنية وتدعو إلى تمزيقها، وأصوات تأتي من الخارج للأسف شديد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تدعو، وأنتم نعرف أنه في وقت الانتخابات دعت إلى حرق صناديق الانتخاب وإلى يعني العنف على المواطنين الذين يمارسون. نحن نحترم الأشخاص الذين لا يريدون أن يصوتوا، من حقهم لكن بسلمية، لكن الذي أراد أن يصوت فيجب أن يذهب ويفتح أمامه المجال. إذن هذه هي نتائج خطاب الكراهية. نتائج الكراهية هي تأليب جزء من الشعب ضد الجزء الآخر بدل الأخوة إلى آخره. نعم، سنعود لهذا بروفيسور أستاذ بن براهم. نعم. بصفتكم فاعل في المجتمع المدني، كيف ترون أهمية إصدار مثل هذه القوانين لطبعا الحفاظ على الحرية، حرية التعبير، وكذلك للحد من هذه التصرفات التي طبعا تؤجج للكراهية ولتمزيق المجتمع؟ شكرا. في البداية، حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان، ولكن دعني أنسجم مع بداية ما تحدثت به في افتتاح هذه الحصة، وأننا في الجزائر نعيش على مخزون ثري من التنوع الثقافي واللغوي، والذي شكل امتداد إلينا اليوم من خلال أجدادنا في هذا البلد، والذي أنتج قيم مشتركة بين الجزائريين، قيم منوعة من حيث اللغة ومن حيث أيضا درجة الانتشار الجغرافي من صحرائنا وشمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا. هذا التنوع اللي أنتج من خلال ممارسات الجزائريين والشعب الجزائري اللي عاش قرون على هذه الأرض، أنتج تسامح بين كل أفراد المجتمع، أنتج اندماج. أنت تاجر في الشمال تتاجر في الصحراء، وهذا القبول تاع الاندماج للمصاهرة ولهذا التنوع الثقافي. حينما نعيش اليوم في عصر هذا التحول التكنولوجي الرقمي الكبير والسريع جدا، وأنت لا تدري من قد يشعل نار فتيل فتنة قد تحدث تحولا وتصادما بهذه المكتسبات التي هي ثراء، ولكن في بعض الأحيان هناك إرادات تريد أن تحولها إلى تهديد. نعم. تهديد حقيقي قد يمس بقيم يعني جدار المجتمع الجزائري، ركائز المجتمع الجزائري البعض والبعض، لأنه في بعض الأحيان الحروب
قد ربما تحولت من أسلوبها الكلاسيكي الذي يأتي تأتي دبابة على الحدود. ونعم لدينا مؤسسات الحمد لله الجيش الشعبي الوطني ومؤسستنا وقف على حدودنا ويبقى هذا موجود، ولكن أيضا هناك تحول من خلال توظيف هذا الثراء وهذا التنوع من عنصر لشكل هذا الثراء وهذا القيم المشتركة العيش معا إلى عنصر قد يثار بمنتوج إعلامي ومنتوج يسوق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لتحويله إلى نار حقيقية كالهشيم تأتي على اليابس والأخضر. فأمام هذا الوعي وأمام هذا الإطار اللي رانا تحدثت عليه لازم نعرفوا أن دياغنوستيك نعملوا تشخيص حالة قبل ما نتحدثوا على القانون وعلى ما سيأتي في المستقبل. من الأساسي أن تكون مسؤولية الدولة في حماية هذا التنوع وحماية المواطنين في ممارسة هذا التنوع اللي راه موجود عند الجزائريين، وعدم تحويله إلى مادة أو يستعملوا أشخاص آخرين أو يجي عن طريق مكونات تجي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو مكونات أخرى اللي فيها تمويل وفيها غيره من القضايا اللي تهدد الدولة وتهدد الشعب وتهدد كيان البلد. فأمام هذا الوعي يأتي هذا القانون لكي أولا يحدد مسؤولية الدولة في أنها تحمي هذه المكونات الأساسية للهوية الجزائرية. نعم. لهذا التنوع، لهذا الانتشار على الرقعة الجغرافية الجزائرية الكبيرة من جنوبنا إلى شمالنا إلى شرقنا وغربنا. وفي نفس الوقت لابد أنه بوجود هذا القانون تنطلق أيضا خلفية أخرى اللي هي الذهنية الثقافية اللي حنتحدثوا عليها يقينا، على تنشئة الجيل تاعنا وتنشئة حتى مستعملي الفيسبوك وتنشئة على كل هذه المكونات وهذا التنوع بأنه نزيد نحافظ عليه من خلال ممارساتنا. نعم. لأن القانون يأتي لكي ينظم العلاقات ويردع الردع من باب الردع اللي يقدر يهدد هذا بخطاب الكراهية أو العنصرية أو الجهوية. التماسك الاجتماعي والانسجام الاجتماعي الوطني وهذا مهم جدا، بقدر ما أنك تدير جدار ناري بقدر ما أيضا لابد أنه العمل الاستباقي للوقاية واللي يكون من طرف النخب من طرف المجتمع المدني من طرف الإعلام أنه هو أيضا يتبنى على 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 أساس أساس ركيزتين أو ركيزتين بالموازاة حتى نصل إلى إعطاء الوقاية المسبقة اللي هي تدخل في التثقيف والتوعية وزيادة درجة الوعي حتى في التعامل مع هذه الرسائل على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي. نعم مفهوم. إذن العملية ليست وليدة الآن أستاذ السعيد، هي ربما عملية تداول للخطاب المشكك في مصادر الهوية الوطنية في بعدها التاريخي، يعني ما ليش وليدة اليوم، هي عندها بعد تاريخي كذلك على ما أظن. أكيد حينما نرجع بأفكارنا وقراءاتنا لتاريخ المجتمع الجزائري بعد صدمة 1830 نلاحظ بأن المؤسسة الفرنسية تعمدت من البداية بناء خطاب عنصري مفعم بالكراهية بالحقد للإنسان الجزائري. لعل أول من كتب في ذلك كتابا ممجن متعفنا غارقا في العنصرية والكراهية للإنسان الجزائري وأحد الأطباء الفرنسيين الذي كان يشتغل في مستشفى الأمراض العقلية بالبوليدة الذي يحمل اليوم مستشفى فرانس فانون ويقال له لوي بيرتران. لوي بيرتران كتب في 1854 كتاب تحت عنوان لسون دي غاس، دم الأعراق، وصنف الأعراق في العالم واعتبر بأن عرق الجزائريين هو من أنجس الأعراق في التاريخ، ويمكن للفرنسي أن يدوس على كرامة الجزائري، يقتله يبيده يستولي على أرضه. وسرعان ما تحول الأمر إلى موسوعة، هذه الموسوعة أصدرها أندري دي روبير. أندري دي روبير ابتداء من 1848 سينشئ لنا موسوعة في 8 مجلدات كلها خطاب للكراهية خطاب للعنصرية والتمجيد
لما يسميه الفرنسيون آنذاك المهمة الحضارية بإزالة مجتمع وبناء مجتمع جديد، وهو اللي يعني الكتاب الذي نعم. كتبه لاحقا جاك بيرك. لكن سرعان ما تبلور ذلك إلى تيار مدرسي تحول مع نهاية الثلث الأخير من القرن العشرين إلى تيار يقوده إرنست رينو ومن بعده إرنست ميرسي. ثم تأتي الكارثة الكبرى، جريدة ليلوستراسيون التي كانت تصدر بعد مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكانت تقدم صورا جل الله أقدار المشاهدين والمستمعين. أنا أملك العديد من هذه الجريدة، في إحدى إعدادها توري لنا الجزائريين في ميناء الجزائر قبل أن يرحلوا إلى الألزاس واللوران مع مجموعة من الحمير سموها حمير الونشاريس وجزائريين أخر يحملون على متن البواخر. يعني أستاذ، حتى هذه الأمور تقام على أساس دراسات يعني لتفكيك المجتمعات وللتفرقة بين المجتمعات. قبل ما نوصل الحديث دكتور، الطلبة الحمد لله الجزائر ثرية بجامعاتها وبطلبتها. الطلبة الجزائريين اليوم يتابعون أو يواكبون المستجدات ويتفاعلون مع ما يطرأ في الساحة الوطنية، والنموذج من إحدى جامعات الجزائر، والتقرير للزميلة فاطمة أديب. داخل الحرم الجامعي هنا الطلبة يواكبون مستجدات الراهن، وإن كان الراهن بالنسبة لهم فترة امتحانات، فإن أطراف الحديث لا تغيب ظواهر تهدد المجتمع. يديروا الفتنة بين لي زالجيري، هذا قبيلي، هذا سوفي، هذا مزابي، وقعدوا يطيحوا في بعضهم في لي باج، وشغل سما تنتشر الكراهية بيناتهم في فيسبوك، ومن بعد يوليو يكرهوا بعضهم حتى في الصح. حتى في الصح كي تقول هذا قبيلي يقول لك هذاك وفيه 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 ومنا. صافي كنت تشوفوا باللي كاينه منها هذا. ايه كاينه منها هذا، قانون قانون مليح. في وقته. البعض يرى أن العنصرية والجهوية بمفاهيم ومصطلحات دخيلة على الجزائريين أخذت أبعادا ورواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أصبح يفرض قوانين ردعية. أنا نشوف فيسبوك، أنا فيسبوك كرهتو على جال كما نقولوا الدباب الإلكترونية دوك وصفوهم، يجي بيبليو وتصاور كونكواس وديزون زعما نقولوا قبايلي هذا هضر هضر هكا في العرب، وعربي هذا هضر هكذا هكا في الغرب. هو كي تعرف يتبداو لي كومونتير من تحتها، ولي ما يعرفش يبدا يكومونتي يدخل معاهم في دي سوجي يزيد يكبروا الحاله، ما تولي في فيس وخد اخرين تولي شغل الحقد والكراهيه بين لي زالجيريان. شعب واحد عاش في هذا الارض الاف السنين، حاربنا استعمار واحد، حاربنا يعني كذا، هويه واحده، راح يفرقونا بهذا المصطلحات. يعني كاين جهه تغذي هذه، تنمي هذه الجهه، ما عرفناش شكون هذه الجهه. هي مليح القانون هذا، فاش مليح باش شغل ينحي الجهويه هذه، احنا كشعب يزيد يضمنا. يقول باحثون واساتذه ان تجريم خطاب الكراهيه بمعاقبه من يحرض على الجهويه المقيته ومن ينتهج خطاب الكراهيه اجراء ياتي في الوقت المناسب. اذا جرم هذا الفعل سيتم تفاديه، الابتعاد عنه خشيه العقاب. يعني هذا الامر انا احييه، يعني كاستاذه كدكتوره. لماذا؟ لانه له ابعاد ثقافيه اجتماعيه سياسية، هذا الشيء مفروغ منه، لكن الأبعاد الثقافية أبعاد تدعو إلى توحيد الصفح، توحيد الأمة. في خضم وفي هذا الزخم الكبير من الأحداث وفي العالم الافتراضي، أصبحت مهمة الكثيرين هو زرع الفتنة وزرع الفرقة بين أفراد المجتمع الجزائري، وخاصة حينما وجدوا الأرضية ممهدة في العالم الأزرق وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. التعليمة هذه أعتقد شخصيا بأنها ستحد، إن لم تنهي ستحد إلى حد كبير هذه الظاهرة، خاصة إذا لحقتها إجراءات عقابية. إعداد قانون يجرم الظاهرة يراه المتتبعون والمختصون خطوة إيجابية، ويحرصون على ضرورة تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات لبلوغ آلية قانونية تسد كل الثغرات.
إذن كما شاهدنا ضيوفي الكرام، هناك وعي لدى النخبة بأهمية إصدار هذه القوانين في هذه المرحلة بالذات. دكتور الأزهري، وباختصار، كيف يمكن أن نحدد ما هي المصطلحات أو ما هي الصور أو ما هي العبارات التي تجرم لأنها تبث مثل هذا السموم؟ هو في الحقيقة هناك معايير دولية، في الحقيقة فيه المادة 5 من معاهدة التمييز العنصري تحدد ما هي العناصر التي يجب أن تجرم بصفة عامة، ثم يترك للدول أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وما هي المسائل التي عندما نمس بها وعندما ننتهكها يمكن أن تشكل خطاب كراهية. فالمبادئ الأساسية هي التمييز بين الناس على أساس عرقي، وإضافة النعوت السلبية لهذا النعت العرقي أو الديني أو الجنسي حتى بين المرأة والرجل، الكراهية تمتد أيضا لهذا البعد. ثم بالنسبة لبلدنا نظرا لكبارها وتوسعها أيضا البعد الجهوي عندما يوصف بأوصاف مقيتة. نعم. يجب أن نحدد هذه المصطلحات. إذن فالأمر دقيق بالنسبة لهذه المسألة. هذا يعود إلى القانون. الآن الرئيس كلف الحكومة بإعداد هذا المشروع، وهذا المشروع بطبيعة الحال سيعتمد على هذه المعايير الدولية وسوف يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية، وعند ذلك يفتح النقاش. نفتح النقاش حتى يجب أن نحافظ على حرية التعبير، لأنه لدينا حرية التعبير هي أساسية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي اللي هي من الأسس الأساسية. لكن حرية التعبير وحتى في المعايير الدولية غير مطلقة. حرية التعبير عليها قيود ثلاثة. القيد الأول يجب أن لا تمس بمتطلبات الدفاع الوطني. القيد الثاني يجب أن لا تمس، وهذه قاعدة دولية، بالنظام العام وبالأخلاق العامة وبالصحة العامة. والحقيقة أن هذه القيود تقول الاتفاقية أنه يجب أن تحدد في قانون، تضبط بدقة في قانون حتى لا يكون أن يصدر في القريب. يجب أن يكون قانون، ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه، حتى لا تستخدم لخنق حرية الرأي وتلجيم الأفواه وربط الأيدي. نعم. ثم تضيف، اسمح لي نقطة مهمة، لجنة القانون، لجنة حقوق الإنسان في جنيف تقول، وهي تفسر هذه المادة 19 هي اللي تتكلم على حرية التعبير، ومباشرة نحذاها المادة 20 اللي تتكلم على خطاب الكراهية، قالت لا يوجد تناقض بين المادتين، بالعكس قالت باللي أنه خطاب الكراهية هو قيد آخر على حرية التعبير. وبالتالي ففي الصحافة المحترفة المهنية يجب أن تحترم هذه القيود الواردة، ومن بينها خطاب الكراهية، بحيث لا تتحول إلى إشاعة خطاب تفريقي تمزيقي. ولا ننسى أن الكلمات سلاح. نعم. ففي رواندا، تعرفون في رواندا ما حدث، المجزرة الرهيبة اللي وقعت في ظرف سنة، تم القضاء، تم قتل 1,000,000 شخص. نعم. في شعب يعني قصير، يعني 7 أو 8 ملايين، بسبب استخدام الخطاب الكراهية. تم تصوير التوتسي على أنهم وكأنهم يعني غير بشر بأبشع الأصوات. نعم. بأشبع الأوصاف، وبالتالي في العملية تؤدي إلى هذا النوع. نعم. العنف يبدأ من الكلمات النابية بالكلمات التي فيها معنى الكراهية. نعم. إذن فلنحافظ على السلم يجب أن يكون هناك خطاب قانوني منع الكراهية. نعم. انطلاقا من الكلمة دكتور، الكلمة كذلك، هناك الكلمة البناءة، كلمة توجه للمجتمع، الكلمة التي توعي المجتمع. هذا الدور التوعوي الذي يجب أن يكون في هذا الوقت بالذات لتوعية المجتمع والفصل بين حرية التعبير والمساس بالمجتمع وبلحمة المجتمع، كيف ترى هذا الدور سيد نور الدين؟ أستاذ رضا، سؤالك جدا مهم، لأنه دخلنا الآن في الجانب التطبيقي لإنزال هذه المفاهيم وهذه القوانين على أرض الواقع، وما
نعتز به هي الحرية التي جسدها الجزائريون خلال كل هذا المضمار الطويل، خاصة في العشر أشهر الأخيرة اللي عرفت هذا التحول السياسي الاجتماعي الفكري. وكنا نشوف الآن في الفيتير نماذج من الشباب الجزائري الجامعي المتعلم الواعي اللي يريد أن يحافظ على هذه الحرية، على هذه المكتسبات الديمقراطية، ولديه درجة وعي عالية جدا في المحاذير التي قد تمس بكينونة ووجود المجتمع. هذا المكسب نتاع حرية التعبير اللي راه يشكل الآن الفضاء الكبير للجزائريين في ساحات الإعلام وساحات السياسية وغيرها من المكونات التداول على العملية السياسية، تشكل أيضا بالنسبة لي مطلب لدى الذين سيعدون هذا القانون، وهي الدقة في ضبط كل هذه المواصفات وكل هذه السلوكات اللي هي تعد وتصنف في خانة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية المقيتة، وأيضا ألا تمس بحرية التعبير اللي هي أيضا مكسب يتمتع به كل مواطن في المرافعة، في المدافعة، في المشاركة، في التمثيل، في التغيير، في الانتقاد أيضا. نحن أمام يعني معادلة تحتاج إلى هذه الدقة، ولكن الأكثر، وهذا اللي قلت لك سؤالك جد مهم، الأكثر هي الخلفية، هي الذهنية، هي ما يملكه المواطن من هذا الوعي للفهم. ليش فينا الشباب الله يبارك يتحدثوا براحة كبيرة جدا، كيف سيكون للنخب دور في إنتاج رسائل واقعية على أرض الواقع، وأيضا يعني تنتشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الإعلام، حتى نستطيع أن نصنع أو يصنع للمجتمع لنفسه دفاع، لأنه الثروة والمخزون اللي تحدثت عليه هو موجود في ذاتنا. نتحدث بلغاتنا اللي كسبناها على أجدادنا، وعمرها ما كانت عنصر تاع تضاد أو تاع تناقض أو تاع تناحر. لكن كما قال الأستاذ الزهري وهو مهم جدا، الكلمة قد تكون فتاكة أكثر من سلاح وقاتلة إذا وضعت في مكان معين لضرب نسيج مجتمع. فلذلك اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة من طرف المجتمع والنخب والمجتمع المدني في إنتاج هذه الرسائل عن طريق الواقع، وعن طريق أيضا هذا الفضاء، حتى لا يبقى فقط فيه ربما من هو مختفي بأسماء مختلفة وبتمويل مختلف، وهو يعلم هذه المكونات الجزائرية، فلذلك يأتي ويأخذ الموقع داخل هذا الفضاء حتى يثير هذا التناقض، وبالتالي تفجير هذه المكونات الأساسية للمجتمع الجزائري. فلذلك نحن اليوم إذا كان فيه مسؤولية الدولة في أنها تعد هذه القوانين، فهناك مسؤولية مجتمعية أخرى لدى النخب ولدى المجتمع المدني، لدى أيضا كل الفواعل الموجودة داخل المجتمع، لدى حتى المواطن في ثقافته البسيطة في تعاطيه مع وسائل التواصل الاجتماعي، بأن نصنع أيضا رسائل تعزز هذه المكونات، ولا تكون بمثابة منابر لكي يتقاذف الناس بعضهم البعض. لأنه شفنا تجارب في دول، حتى في بريطانيا، في أيرلندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في جنوب إفريقيا، كيف تحولت القضايا اللي هي تشكل امتداد طبيعي للإنسان في النوع البشري، في مرأة أو رجل، في اللون، في الدين، في اللغة، هذه كلها مكونات خلق الله سبحانه عز وجل، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كيف يمكن اليوم لنا من خلال درجة الوعي، وأيضا من خلال أيضا برامج حقيقية للمجتمع المدني في بناء قدرته، بأن يدخل بأدوات منتجة في هذا الفضاء لتعزز الجانب القانوني، لأن الجانب القانوني جانب ردعي، جانب رقابي تتحكم فيه القضاء والدولة والسلطة ومكونات أخرى داخل المجتمع، ولكن أيضا هناك اليوميات لتتحكم فيها لطوندوس داخل المجتمع. هذه لطوندوس اللي هي الاتجاهات، كيف يمكن أيضا أننا نصنع من خلال النخب هذه الرسائل اللي تخلي اتجاهات ما يصنع من ثقافة داخل وسائل التواصل الاجتماعي وداخل المجتمع حتى. أجدادنا عمرهم ما كانت عندهم جدار في أن التزاوج بين كل مكونات المجتمع والمصاهرة والاندماج الاقتصادي في التنوع التجاري تاريخيا قبل ما يستحدث حتى النقل، كانت الناس لا تزال في النقل البدائي الأولي. لكن رغم هذا كان فيه هذا الانسجام، هذا التفاعل، تلاحم بين أفراد والتلاحم المجتمع، اللي خلانا وصلنا اليوم إلى الشعب الجزائري بكل كل واحد بكل اليوم تأتي. مع الأدوات التكنولوجية والرقمنة، أعتذر على الإطالة، مع الرقمنة، مع الوعي، مع أننا نملك اليوم جيل يحمل وعي كبير جدا في يتحكم في اللغات، 24 مليون، كنت أتحدث مع الأستاذين المحترمين، 24 مليون و800 ألف شخص مشترك وعنده حساب في الفيسبوك، 32 مليون على تويتر، وعلى زائد 24 مليون هذو، يعني الآن عندك جمهور كبير جدا يوميا هو على درجة تواصل مباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكن الآن أننا ننتج محتوى
يخلينا نحصن المجتمع تاعنا من كل هذه المكونات اللي هي مكوناتنا ونعيش بها ونفتخر بها. نعم. بدل أنها تصبح عنصر تضاد وعنصر تصادم داخل التفرقة. نعم. بالإضافة لهذا أساتذتي الكرام، نجد اليوم في جامعة كولومبيا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يوجد كرسي علمي يسمى كرسي مجتمع ما بعد المرحلة الكولونيالية، يأخذ بالنموذج عفوا الجزائري كحالة سلمية للتكامل في الهوية الوطنية. كيف يمكن أن نرد على هؤلاء أستاذ سعيد؟ والله هذا الأمر يثير في أحيانا أنا شخصيا الغرابة. كيف لمجتمع أمريكي يقدم لنا نموذج العولمة العالمية يأخذ من الحالة الجزائرية درسا للثقافة العالمية حتى تتآزر وتتآثر هذه الثقافات، وعندنا هنا في الجزائر نقلق نحتار أمام هذه التغيرات الطارئة التي حصلت في الجزائر. دعونا نتكلم بصراحة. نعم. أن ما جرى في الجزائر من خوف من قلق من توترات حصل منذ 22 تنين كما تفضل الشيخ الزهري، مع حراك شعبي جزائري جاء يقدم لنا صورة جديدة، ولكن المحاذير التي يجب أن نقف عندها طويلا: علاقة الحراك بالثقافة العضوية، علاقة الحراك بما نسميه المصاهرة أو الاندماج أو الصهر بين مكون الأمة ومكون الدولة، ثالثا الحقوق الأساسية للإنسان داخل المجتمع الجزائري. الذي حصل من وجهة نظري أنا أن الحراك الجزائري خرج دفعة واحدة بمطلب سياسي، لكن سرعان وابتداء من الأسبوع الثامن ترك المطلب السياسي ودخل في المشتقات الثقافية. المشتقات الثقافية ليست مطلبا إطلاقا، لأن واقع المجتمع والثقافة العضوية للمجتمع الجزائري مستحيل أن تتركنا في حراك قوي هكذا نترك الأهم الذي قد يؤدي بنا إلى اقتراح مجتمع سياسي تنهض به شروط الاستقرار والأمن والسماع والاستماع بين كل الأطراف الجزائرية، إلى أن نذهب إلى مشتقات ثقافية. لا أقول كما قال الطلبة والأساتذة أننا دخلنا في ثنائية، بل دخلنا في قراءات لا تنطابق يا جماعة مع مكونات المجتمع الجزائري، لأننا تاريخيا نقف على رصيد ليس فقط هو رصيد للمجتمع الجزائري، رصيد متوسطي. دعني أضرب مثل بسيط بسرعة باختصار. ملك إسبانيا لما أراد أن يؤسس معهد اللغة العربية في مدريد في 1967 لم يبدو له من قرار اختيار لشخصية تعبر عن هذه الثقافة التي تقبل وتقبل إلا شخصية جزائرية رفيعة ومرموقة هي من غردايا، وهو الدكتور الراحل صالح خرفي، الذي ربما أقول اليوم صار مجهولا 100% في هذا المجتمع. هذا الرجل كان عظيما في بلده، وكان يمشي جنبا إلى جنب مع طه حسين أمام الملك الإسباني في 1967. هذه هي الثقافة العضوية التي نتكلم عنها، عن مجتمع جزائري. نعم. تاريخي تأسس في إطار هذا التراص الكبير بين الأمة والدولة. حاليا الذي جعل رئيس الجمهورية وسيجعل رئيس الحكومة يسارع بوضع هذا القانون هو خوف تنامي خطابات الكراهية والعداء والحقد إلى فصل العلاقة بين الأمة والدولة في الجزائر، وهذا أنا أعتقد في وجهة نظري لن يحصل إطلاقا، لأنها المادة الرئيسية التي ضمنت وجود هذا المجتمع عبر التاريخ. نعم. عودة لك دكتور الزهري، ونستفيد طبعا من خبرتك في المجال القانوني كما ذكر الأساتذة. وصلنا الآن إلى دولة أمة الكل واحد، هذه القوانين ستساهم في هذه اللحمة وستسد الباب أمام هذا القلة، ما نقولوش هم كثرة هم قلة فقط. كيف يمكن أن تساهم هذه القوانين في زيادة اللحمة والتكاتف بين كل أفراد المجتمع كأمة ودولة؟
نعم، هو هذه القلة يجب أن تنتبه لها، لأن هذه القلة عبر هذه وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر خصوصا على الشبيبة الصاعدة، اللي بكل حسن نية يمكن أن تظن بأن ما يعطى لها من معطيات مشوهة يمكن أن يعني أن تتأثر بها وتصدر في سلوكياتها. أقول بأنه في الحقيقة احنا عناصر الهوية الوطنية عاشت في تعايش سلمي لقرون، ثم جاءت ثورة التحرير التي أكدت بصفة نهائية بأن الشعب الجزائري بسبب آلامه وأفراحه بنى أمة سوف تستمر لتحقيق ما حلم به الآباء المؤسسون، وهو بناء الدولة الديمقراطية التي تنسجم مع مجتمعها. الآن نظرا لكل هذا الرصيد الجيد، ونظرا لأن الشعب ابتداء من 22 فبراير أراد أن يقول رأيه في بناء الدولة، وأراد أن المبادئ التي كانت موجودة ونتكلم عنها لكن لم نطبقها في أرض الواقع، بالعكس اتخذنا طرق احتيالية وتزويرية ودخول مال فاسد إلى آخره، كل هذا شوش العملية. هذا خلق الظروف السانحة لبعض العناصر لتدخل على الخط من أجل يعني التشكيك في هذه المسائل. إذن فأظن أنه الآن بمثل هذه القوانين بطبيعة الحال القوانين وحدها لن تكفي، لابد أن تكون هناك الجانب الثقافي، لابد أن تكون عملية الوقاية في المدرسة، في الأسرة خصوصا، في المسجد، وخصوصا للإعلام، لأنه أكبر فساد يمكن أن يمس بعقول وقلوب الناس هو ما يبثه الإعلام. فعندما يكون الإعلام مهنيا واحترافيا فسوف لن يذهب إلا الأفكار الجيدة إلى التسامح وإلى التعايش السلمي. إذن هذا القانون هو يعطينا فرصة لمراجعة أنفسنا من أجل تأكيد الأشياء الإيجابية في مجتمعنا والابتعاد عن كل هذه الظواهر التي ظهرت من خلال خصوصا التواصل الاجتماعي. وأنا أتفق مع الأستاذ نور الدين أننا يجب أن نهتم كثيرا بهذه المسألة، لأنه أكثر من نصف المجتمع الجزائري رغم وجود في هذه الوسائل فليستخدمها في إطار جيد من أجل تشديد اللحمة وليس من أجل تفكيكها. نعم. ويجب أن يتدخل القانون خصوصا بالردع. نعم. الردع بمنا يجب أن تكون، ونحن لسنا وحيدين في هذا المجال. أقول لك العالم كله الطريق إسبانيا ذهبت إلى بالنسبة لمحاربة هذه لم تضع قانون خاص، ذهبت إلى قانون العقوبات، لأنه نعم. يمكن أن نختار أنه نحل الإشكال في إطار قانون العقوبات أو نخلق في دول الخلاف خلقت قوانين خاصة بهذه المسألة. نعم. والآثار بدأت تؤتي أكلها يعني في الحقيقة. نعم. وحتى تأكيدا لكلامك أستاذ بروفيسور الأزهري، برنامج رئيس الجمهورية أعطى حيزا كبيرا للجانب الإعلامي طبعا لأنه الإعلام كما قلت هو عنده دور فعال خاصة في كل المراحل، ولكن في هذه المرحلة بالذات. نعود لك أستاذ نور الدين، دائما بصفتكم فاعل في المجتمع المدني، كل هذا جميل ومهم وأكيد ينقلنا إلى الخير وينقلنا إلى كما قلنا إلى الوحدة دائما، وحدة هذا الأمة. الشباب، نعم، الشباب ربما هو الفئة الأكثر تهديدا في هذا المجال. طبعا التركيز على الشباب خاصة أن الجزائر نسبة كبيرة من سكانها من الشباب، كيف نهتم بهذا الشاب لكي لا ينجر وراء هذه الممارسات؟ الشباب في الجزائر هو يشكل غالبية سكان البلد من حيث النسب المئوية أو من حيث حتى نوعية اليد العاملة اللي تجي باش دعم التنمية والاقتصاد في البلد. لذلك من واجب الدولة ومن واجب هذا التحول أيضا أن يولي أولوية كبيرة جدا للشباب. الأولوية ما تكونش فقط في شكل خطابات بقدر ما هي تكون في شكل إجراءات وتسريع برامج التنمية. كي يقول تسريع برامج التنمية يعني الشبابنا اليوم يؤمن بالملموس،
يقول لك انا يا خويا بعد ما كملت لي هذا الحديث معايا انا واش النتيجه تاعي اللي راح نعاود نجنيها في ارض الواقع. لذلك شبابنا لما تحدثت بالبدايه قلت عنده درجه وعي عاليه، متعلم، يحسن اللغات، يريد ان ايضا يكون عنده فضاءات ومساحات وين يعاود يجسد فيها قدراته وطاقاته، يعيش احلامه. هذا كله امام وعيه بالحفاظ على بلده وعلى تاريخ بلده وعلى رساله الشهداء وعلى ايضا تحقيق الامان المجتمعي، بحيث انه لا تثار هذه النعرات اللي القانون الان اللي داروا بدر به السيد رئيس الجمهوريه انه يحصن به البلد وتكون بعيده وفي منأى عن انها تكون اوراق سياسيه بقدر ما تكون اوراق مجتمعيه تشكل هذه الكينونه وهذه الهويه تاع الجزائريين والجزائريات. وهذا مهم جدا، هذه درجه الوعي هذه العاليه اللي يكون تقاسمها كل جزائريين والجزائريات. لذلك الشباب هو المحور الاساسي اللي تقوم عليه اي عمليه تاع تحول. كلها. انا نبدا بالنقطه الاولى وهي التربيه، ليدوكاسيون. كيف يمكن لهذا الاجراءات الجديده اللي دارها رئيس الجمهوريه انه تكون درجه التجاوب تاع المؤسسات التربويه والتعليميه سريعه جدا، بحيث انها لا تبقى فقط تشتغل بالنمط الكلاسيكي طالما انها الان اعتبرت اولويه في البلد، لانه فيه جس نبض، فيه فهم، فيه تشخيص حاله، ان يطاديليو اللي خلى الرئيس يمشي الى اقتراح هذا القانون او امر السيد رئيس الوزير الاول انه يبادر بمشروع خاص بهذه العناصر اللي تتعلق بخطاب الكراهيه ونبذه وتجريمه وايضا العنصريه والجهويه وغيرها من هذه المكونات اللي كما تحدث الاستاذ الزهري حرقت دول، شكلت جرائم كبيرة جدا جماعية وإبادة وخلت الدول إلى اليوم لا تزال تئن بألامها وبوضعها الاقتصادي المنهار. طالما في هذا الوعي وهذا الإدراك أنا أعتقد أن درجة المؤسسات المهتمة بالتنمية والتربية والإعلام لابد أنها تكون تستبق زمن من حيث خلال بناء قدراتها لتتناسب مع خطاب الشباب. الشباب يا أخي يتحدث بلغة أخرى مختلفة، حتى في الفيسبوك يتحدث بالأرقام، يتحدث بسرعة، فلذلك ربما حتى الخطاب الأكاديمي والكلاسيكي قد لا يستوعبه ولا يتابعه هو يفهمه، ولكن هو يريد من يفهمه بلغته وفي بيئته التي يعيش فيها. فهو يريد أن يحافظ على هذه البيئة الآمنة، ولكن يريد أيضا أن تكون عنده أجوبة لاحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية. المنظومة التعليمية والتربوية أنا أعتقد أنها جي رقم واحد، لأنك ستعد بها الجيل القادم مع هذه التحولات ومع هذا الوعي ومع هذه التهديدات التي تمس مجتمعنا، تهديدات حقيقية. هذا كذلك أستاذ أكد عليه رئيس الجمهورية بإعادة النظر في المنظومة التربوية، في التعليم، في كل هذه الأمور. يعني هناك ورشة كبيرة ربما ستفتح في الآونة الأخيرة وبدأت يعني فتحت فعلا، لكن حتى رئيس الجمهورية يأكد دائما على أنه على الجميع التقيد بالدستور. يعني مجتمع لا يتقيد بقانون أكيد هذا مجتمع سيتيه، فهمت؟ القانون هو الأساس. أستاذ رضا في كلمتين، نحن الآن أمام تحول لابد أن تصان فيه دولة القانون، نعم، والمؤسسات واحترام تطبيق القانون، ولكن بالمقابل أيضا ثقافة المواطنة الفعالة يجب أن تكون قائمة بشكل حقيقي. نعم. إذا مشينا يعني المكونات اللي عندنا والتنوع اللي احنا محضنين عليه وخايفين عليه يوظفوه لنا غيرنا باش يعلونا به بلادنا، نعم، ولا باش نعودوا بدل أننا جهدنا وطاقتنا الوطنية وشبابنا يروح كله الاقتصاد والتنمية باش تعود ترجع عليه بالثراء وبالراحة من ناحية المستقبلية في حياته، ما خليش يتبعثر أمام كل هذه المكونات السياسية اللي ما عندوش فيها أي منفعة. نعم. فلذلك التنوع الموجود هو موجود في ذاتنا، في يومياتنا، في حياتنا، هذا يكون بمثابة صيانة عن طريق القانون وعن طريق هذه الثقافة والتوعية وهذا الجهد تاع النخب في إنتاج رسائل تحصنه. ولكن الطريق الكبير اللي لابد نمشي فيه هو طريق التنمية. نعم. طريق الفرص اللي تفتح أمام الشباب، طريق الأمل اللي لابد أن يزرع للشباب باش يعيش في بلده، بدل أنه تفتح له مساحة يعني المضمار تاعها كله والطاقة اللي تكون فيها ماش نافعة بالنسبة له. نعم. الكراهية والعنصرية والجهوية من بر سياسي، يعني ولكن لكن, أنه... لكن 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 عقيم. نعم. ستيري ما ينتج لك ولا شيء. لكن في تصوري أن الشباب اليوم عن طريق الدرجة تاع الوعي اللي يوصل لها وأيضا تاع الطموح لابد أننا نفتح له مساحات عن طريق تحريك حقيقي للاقتصاد اللي قدم فيه هو نفسه مكانة باش يشتغل لبلاده، بدل الهجرة وبدل قوارب الحراقة وبدل هذه المظاهر تاع المخدرات وغيرها. نعود نرجع إلى جعل هذه الطاقة الشبابية من خلال هذا الإصلاح الكبير اللي راح تنطلق فيه البلاد، أنه يمشي نحو جعل الشباب هو محور
التغيير في الجزائر. أنا على يقين إذا مشينا في هذا السرعة لهذه المؤسسات اللي ترافق هذا التحول والإصلاح لهذه المؤسسات، قد يتحول أيضا الشباب إلى طاقة إيجابية لحماية نفسه وحماية بلده وأيضا تحقيق التنمية في الجزائر. نعم، وهذا المسار اللي حكيت عليه أستاذنا، نظن أن ورشات كثيرة فتحت مع تنصيب السيد رئيس الجمهورية في جميع المجالات. ربما هناك دائما من لا يحب الخير لهذا البلد يعرف بأنه الجزائر تحوي أو لديها كل إمكانات البشرية والمادية للنهوض وفي وقت قصير، لذلك ربما نجد مثل هذه الأشياء، هذه الممارسات التي طبعا تسيء إلى مجتمعنا. رأيك دكتور؟ أقول حذري، نحن نناقش ونحمل الشباب مساوئ كثيرة وكأن الشباب هم على مستوى من الاقتدار أن يغيروا مصائر المجتمع بالحالة التي هم فيها اليوم. أنا أقول بصراحة إن الشباب في الجزائر ولو بلغ مستوى السماء بالوعي لا يمكنه ولا يستطيع وسيكون من المستحيل عليه أن يصنع بنفسه خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية وتهديد الأمن والدفاع الوطنيين، لأن هذه المسائل أكبر عليهم بكثير. أنا أقول الشباب في مجتمعنا الجزائري راحوا ضحية التواصل على المواقع الاجتماعية، وهناك ذئاب كبار وراء ستائر مواقع التواصل يبثون لهؤلاء الشباب، والشباب يتصور أنه بمجرد أن يجلس قبالة الشاشة فإنه أمام أناس أمناء يعطونه القيم الفاضلة ويوجهون التوجيه الحسن، وهذا ربما نسبته ضئيلة جدا جدا جدا. نعم. والدليل على ذلك يا جماعة، نتكلم بالدقة الكبيرة المتناهية أننا حتى لا نتهم شبابنا والناس الذين ساروا في الحراك، نقول هناك نماذج كثيرة من حراك في بلدان عربية كثيرة لا نذكرها بالاسم، ولكن نحن متبينون اليوم بالدراسة والمتابعة أن وراءهم أناس كبار في السن، أناس لهم خبرة في تطوير الشباب والتأثير على نفسيتهم وضرب قيم المجتمع بعضها ببعض. وبالتالي في الحالة الجزائرية التي نراها اليوم، أنا أقول ببساطة حتى لا نذهب ما ذهب إليه الشاب في الفيتيار منذ قليل، لأنه يا جماعة حذاري أن نذهب في ثنائية عربي وقبيلي، هذه لا أصل لها لأنها استخدمت لأغراض تؤدي كما قلت منذ قليل إلى فرض المشتقات الثقافية، المشتقات الثقافية ضد حرية التعبير، ضد المسؤولية الأخلاقية، ضد التواصل مع المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، لأنها تؤدي بنا إلى أن ينفرط العقد وندخل في متاهات لا مخرج لها. وبالتالي الذي حصل في مجتمعنا أننا صرنا نتناقض مع بعضنا البعض، ولهذا كما كنا نتكلم في الكواليس مع حضرة الشيخ الأزهر ومع حضرة الأستاذ نور الدين، أن الميراث الكولونيالي يؤثر في اللاشعور الجزائري. في الجزائر تاريخيا وجد شيء اسمه المكاتب العربية لبيغو أغاب، فيها رجال من جهاز خاص فرنسي وكثير من الجزائريين يبثون على ألسنة الجزائريين خطاب الكراهية والمقت وما إلى ذلك، إلى الدرجة التي نتكلم نحن اليوم عن ألفاظ كثيرة أنا أتمنى من القانونيين أن يثبتوها مستقبلا في قانون العقوبات، على شكلة أن يقول جزائري لآخر يا الحبس، يا الحبس في مصطلحات المكاتب العربية يا الحمار حشاكم، لأنه الحمار يؤتى به إلى منابع المياه يحبس ثم يعبي وهو يمشي. إذن انتقلت صفة الحيوان إلى صفة البشر، واليوم نجدها اليوم في الجزائر أي واحد يقول أخوه يا الحبس ولا يقول يا التفون. التفون هو أجود أنواع التراب التي تصنع منه الطواجين وهو لون أبيض. نعم، جاءت المكاتب العربية وقالت بأن الإنسان غير الطيب نسموه التفون وقس عليها ما نقص. لم يبقى من وقت الحصة إلا القليل أستاذ سعيد، في ختام أو قبل أن نختم هذه الحصة
في باختصار كلمة أخيرة نبدأ بك بروفيسور بوزيدي الأزهري. نعم. بوزيد الأزهري، أنا أقول أن محاربة الفساد بشراسة التي بدأناها منذ بداية الحراك هذا سوف يكون له تأثير على التخفيف أيضا من الوسائل التي تخفف من خطاب الكراهية، لأننا في بعض الأحيان نلجأ إلى الكراهية لأن الشباب مل من بالقصص المتعلقة بالقصص الخيالية المتعلقة بالفساد. لاسترجاع الثقة يجب محاربة الفساد باستمرارية وعلى أساس من القانون حتى لا يظلم أحد، ويجب أن يكون عاما وبدون تمييز، كل من مد يده إلى المال العام فيجب أن يحاسب، لأننا خلقنا الآن وهذا بفضل هذه الانتفاضة خلقنا مبدأ المساءلة بصفة نهائية. الآن كل مسؤول جزائري يتبوأ المسؤولية سوف يعرف أنه سوف يحاسب عندما تنتهي مهامه، وهذا مهم جدا. الأمم التي تقدمت، بريطانيا في القرن 15 كانت فيه فساد كبير، لكن المجتمعات توصلت أن الحل هو أن المساءلة. وأيضا حرية الصحافة، حرية الصحافة مهمة، لكن حرية الصحافة المهنية الاحترافية هي التي تشيع الأفكار الجيدة، التي إذن بمحاربة فساد وبإشاعة مبدأ وأيضا الحق في التظاهر السلمي الذي ترعاه قوات أمنية محترفة ومهنية، كل هذا يسير حقوق الإنسان مترابطة مع بعضها البعض، ونتيجتها عندما نتمسك بحقوق الإنسان ونطبقها ليست في الأوراق، فالأوراق موجودة ولدينا الكثير، كيف تجسد الآن في أرض الواقع تطبيق. عندما نعم. تجسد وتعمل بها السلطات فهذا سوف يعطي ضربة قاضية لدعاة الخطاب، خطاب الكراهية، وسوف يسقط آخر أوراقهم وسوف يترك الكثير من الريش في هذه العملية. نعم أستاذ بن براهيم، أنا تحدثت على أن الشباب هو الذي يشكل درجة وعي كبيرة في المجتمع، وأنا على يقين على ما أقول، لأنه كي تعاود تشوف الحراك تاع 10 اللي فاتوا والتحولات اللي رفع من أجلها والتغيير اللي راه وقع في الجزائر، وتشوف أنه السلمية اللي وقعت في البلد، أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والمؤسسات الإدارية وأيضا المتظاهرين من الشباب كلهم على تواجد في توقيت الجمعة والثلاثاء، ولكن السلمية ما خلاتش الحمد لله ما كاش قطرات عدم يعني ولا تقاس في الجزائر يعني الحمد لله راقيه. هذا هذا صنعته هذا الجموع الكبيره من الشباب اللي راهي رافع، حتى 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 لما تنطلق بعض الاحيان حملات على الفيسبوك تجد ايضا الشباب هم الذين يتدخلون لصدها. نعم. خاصه الشباب لما تشوف تلحق له البلاد ولا القيم تاعو المشتركه ما يتوقف، لكن نعم. لكن اتفق معك ومع الاساتذه انه هناك ذكاء اصطناعي لا يحب الجزائر. صحيح. كي نقول ذكاء اصطناعي فيه تمويل، فيه أشخاص. صحيح. فيه أشخاص يفهمون تفاصيل ومفاصل الحياة في الجزائر، من خصوصياتنا، من انتمائنا، من عاداتنا، من تقاليدنا، من حتى انفعالاتنا يعرفوها. طالما أننا عندنا وعي بأنه هذا الشيء موجود، لابد أيضا أنه إحنا أيضا نوجدوا روحنا باش نحصر هذا الـ هذا الـ هذا الـ نحصر هذا التهديد، إذا كان نقدر نسميه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الواقع، لكي نمر إلى شيء أكبر. الأكبر هي تحديات التنمية يا أستاذ. الناس الآن محتاجة أنها تجد وظيفة، تجد تكوين جيد، تجد تربية لائقة ومحينة مع الواقع، تجد أيضا مساحات للأمل، ويتغلق باب هذا على الهجرة، يعني الأخذ بالهجرة على قوارب الموت. يعني أستاذ بن براهيم، الأخذ بانشغالات الشباب وتجسيدها في الميدان هو الذي يبعدهم عن هذا المجال. يقينا يقينا أستاذ رضا، يقينا. نعم. إذا كان تكفلت بالشباب في مساحاته ووقته أصبح يمشي لنفع ذاته والمجتمع تاعه. نعم. البيبان الأخرى تصد. الدولة الآن دايرة جهد في تحسين المجتمع. نعم. عن طريق هذه القوانين، ولكن بالمقابل الوقت الآخر للشباب ما يبقاش كله في 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 هذا المذمار. المذمار تاعو هو مذمار الحياة اللي يعيش الشباب تاعو، الشباب مرحلة. نعم. يعيش الشباب تاعو وقد وعد رئيس الجمهورية بهذا وبالتكفل بالفئة. نعم. الشابة. الدور ليك أستاذ سعيد، كلمة أخيرة. أنا أضيف كلمتي إلى كلمة الأستاذ نور الدين وكلمة الأستاذ الشيخ الأزهري، أنني أحيي الشباب الجزائري بالخصوص كما أحيي الشباب الجزائري، ولكنني أريد أن أحيي
الشباب الجزائري عبر نموذج لقيته بالصدفة على مواقع التواصل الاجتماعي لجماعة شبابية رائعة رائدة في ولاية عنابة، سموا المنتدى تاعهم جرين بايك، الدراجة الهوائية الخضراء. هؤلاء يتنقلون على دراجات هوائية في كل ولاية عنابة كي ينشروا الوعي والثقافة العضوية وفن المواطنة بين كل ساكنة عنابة، على أساس أن هذا الوطن جمعنا كي نعيش مع بعضنا البعض ونحقق مستوى راقي من التعايش الاجتماعي، فلا ظالم ولا مظلوم، وهذه أظن من تقاليد الشعب الجزائري. وهذا مثال ربما من بين أمثلة كثيرة وعديدة أستاذ يجسدها الشباب الجزائري والشعب الجزائري، لأنه الكل يريد جزائر مستقرة، جزائر مزدهرة، وجزائر متطورة. حلم الشهداء. نعم، حلم الشهداء دكتور. في النهاية أشكركم ضيوفي الكرام، البروفيسور بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وبن براهم نور الدين رئيس جمعية أضواء رايتس، والأستاذ السعيد عيادي الأستاذ والباحث الجامعي. أشكركم على الحضور، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا في أمان الله.